أخبار الظهيرة من 218 نستهلها بأبرز العناوين. ترقب الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني اليوم. عقيلة صالح: حكومة الوفاق لا يجوز لها إصدار أي قرار قبل اعتمادها. مارتن كوبلر يزور رفقة وزير الصحة مستشفى الثورة في البيضاء. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. من المنتظر أن يتم الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني مع نهاية اليوم بحسب المهلة التي حددها البيان الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. وشهدت الأيام الماضية بعض النقاشات حول المؤسسة العسكرية ومسألة استقلاليتها عن الحكومة القادمة، كما تم النقاش حول الوزارات السيادية وكيفية توزيعها الجغرافي بحيث تكون حكومة مخصصة. أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه يلزم إجراءات تعديل في الإعلان الدستوري بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس حتى يكون الاتفاق السياسي نافذا، وهذا ما تم تأكيده للمبعوث الأممي مارتن كوبلر. وأوضح رئيس مجلس النواب على هامش اجتماعه أمس مع مارتن كوبلر في شحات أن حكومة الوفاق الوطني لا يجوز لها إصدار أي قرارات قبل اعتمادها من مجلس النواب. وقال صالح أنه أكد لكوبلر على الاستمرار في الحوار السياسي حتى تكون حكومة الوفاق مقبولة من كل الشعب الليبي. وفيما يخص اجتماعه مع الأعضاء المقاطعين، ذكر عقيلة صالح بأنهم يسعون إلى تكليف حكومة يرضي عنها كل الليبيين، وبأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لحلحلة الخلاف داخل المؤتمر الوطني المنتهي ولايته لكي يتم التوافق مع مجلس النواب لتشكيل حكومة الوفاق. وأشار عقيلة صالح إلى أنه سيكون اليوم الاثنين بمدينة طبرق لعقد جلسة لمجلس النواب في حال اكتمال النصاب القانوني. اختتم مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر زيارته إلى شرق ليبيا بلقاء مع وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور رضا العكلي على هامش زيارته يوم أمس لمدينة البيضاء، حيث ناقش كوبلر مع العكلي الوضع الصحي في ليبيا وتحديدا ما يتعلق بآخر التطورات التي تشهدها ليبيا حاليا. كما قام وزير الصحة وكوبلر بزيارة إلى مستشفى الثورة في مدينة البيضاء، واتفق الطرفان على أن احتجاز الاحتياجات الإنسانية والأساسية كرهينة للحوار السياسي يعد جريمة في حق المواطن والمريض الليبي. قال عضو مجلس النواب علي التكبالي أن اجتماع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني انتهى ليلة البارحة إلى الاتفاق على عدد من الحقائب. وبحسب التكبالي فإنه اتفق على أن يسمي كل نائب وزيرا من إقليمه، بينما يسمي الرئيس 4 وزراء. وهذه الحقائب على حد ذكره هي الخارجية والمالية والتخطيط والدفاع والداخلية والحكم المحلي والاقتصاد والصناعة والصحة والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية والعدل. من المنتظر أن تستأنف اليوم الجلسات التشاورية لمجلس النواب بعد انقطاع طويل منذ توقيع الاتفاق السياسي. وبحسب مصادر لـ 218 فإن المجلس لن ينجح هذه المرة أيضا في عقد جلسته بسبب النصاب القانوني. وأمام المجلس مجموعة من الاستحقاقات تأتي في مقدمتها مناقشة آخر تطورات عملية الاتفاق السياسي. ما تزال رئاسة قبول الاتفاق السياسي الليبي الذي أفضى لإعلان مجلس رئاسي من المنتظر أن يقدم تشكيلته الوزارية اليوم. فبعد لقاء عقيلة صالح بالمبعوث الأممي يوم الأحد في شحات، أعلن رئيس مجلس النواب أنه أكد لمارتن كوبلر لزوم إجراء تعديل بالإعلان الدستوري بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس حتى يكون الاتفاق السياسي نافذاً. صالح أوضح على هامش اجتماعه بمبعوث الأمم المتحدة أن حكومة الوفاق الوطني لا يجوز لها إصدار قرارات قبل اعتمادها من مجلس النواب،
وعلى هامش الاجتماع الذي ضمه الأعضاء المقاطعين، ذكر عقيلة بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لحلحلة الخلاف داخل المؤتمر لكي يتم التوافق مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة طبقا لتصريحات رئيس مجلس النواب. يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه انعقاد جلسة لمجلس النواب اليوم في حال اكتمال النصاب، جلسة لم يستطع البرلمان عقدها للبت في موضوع الاتفاق السياسي والحكومة المنبثقة عنه نتيجة انقسامهم بين مؤيد للاتفاق ورافض أو متحفظ عنه. عقد عدد من أعضاء مجلس النواب عن كتلة السيادة الوطنية مؤتمرا صحفيا عقب اجتماعهم مع المبعوث الأممي مارتن كوبلر بمدينة شحات يوم أمس. وأوضحت الكتلة بأنهم طالبوا بضرورة احترام الإعلان الدستوري وتعديلاته وتضمين كل المطالب التي يعبر عنها الشارع الليبي ومؤسسات المجتمع المدني. وعبر أعضاء كتلة السيادة الوطنية عن رفضهم للمادة 8 من الاتفاق السياسي، وهي من الأحكام التي تمت إضافتها بعد فتح المسودة، مشددين على أن المؤسسة العسكرية خط أحمر ولن يسمحوا بالمساس بها. وقال الأعضاء بأن هناك طعونا تم تقديمها للمجلس في صحة ما حدث في اتفاق الصخيرات وعودة النواب المقاطعين، وننتظر الفصل في هذه الطعون من رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية. وكشفت الكتلة أنه لا يمكن للنواب المقاطعين العودة لمجلس النواب إلا بعد موافقة المجلس على الاتفاق السياسي وفق القانون، لأنهم طرف في هذه الخصومة. قال فتح المجبري عضو المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني وزير التعليم في الحكومة المؤقتة إن ليبيا تحتاج بناء حكومة وفاق حتى تتمكن من محاربة الجماعات الإرهابية، مبينا أن أوروبا تحتاج الأمر ذاته لا سيما بعد انتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا. وأوضح المجبري أن الليبيين بأكملهم يعيشون لحظة حرجة للغاية، وأن اللحظة ليست سهلة، مؤكدا أن أعضاء المجلس الرئاسي يحاولون بناء توافق وطني ومصالحة على الرغم من معارضة بعض الأحزاب غير الراضية عن هذا الهدف. وتطرق المجبري إلى الحدث في السدرة وزليط من أعمال إرهابية، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يعرف مكان الهجوم القادم. وقال إن من يسمون بأنصار الشريعة والإرهابيين في كل مكان وهم الوحيدون المستفيدون من الوضع الراهن في ليبيا. وبين أن عددا من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية تواجه ليبيا، وأن الوضع في ليبيا لا يتمحور فقط حول وجود انقسام في البلاد وإنما أيضا في تغذية الانقسام من الخارج. واختتم المجبري: ما لم يكن هناك دعم من الخارج ووقف التدخل السلبي وتكوين تدخل أجنبي لن يحل الصراع، لا شيء يمكن أن يحل محل الإدارة الليبية، ونحن في بداية عملية سياسية لدينا هذه الإرادة، ولكن يجب على المجتمع الدولي أيضا أن يساعدنا في وقف التدخل السلبي لنبدأ التدخل الإيجابي. حكومة الوفاق بين المحاصصة والكفاءة في التشكيلة الوزارية التي كان من المفترض الإعلان عنها تعتبر تحديات رئيسة تواجهها الحكومة قبل ولادتها. بعد أن كان 17 من يناير موعدا لتقديم التشكيلة الوزارية الكاملة لحكومة التوافق الوطني، تشكيلة من المفترض أن يمنحها مجلس النواب الثقة إذانا ببدء مهامها التنفيذية على الأرض، مدد الأجل 48 ساعة إضافية لتنجز التشكيلة بأكبر قدر من التوافق والتمثيل العادل لكل مكونات المجتمع حسب ما جاء في بيان المجلس الرئاسي صباح اليوم. وإن الكفاءة والقدرة على الإنجاز هي معيارنا الأساسي. بالرغم من أن رئيس الحكومة المنتظر فايز السراج أكد في أول كلمة وجهها إلى الليبيين من القاهرة بمناسبة عيد استقلال ليبيا في 24 ديسمبر الماضي على أن المعيار الوحيد في تنصيب المسؤولين هو الكفاءة، إلا أن ما يحدث الآن من ترشيح لأسماء تتولى الحقائب الوزارية يبدو عليه طابع المحاصصة أيضا.
محاصصة اتسمت بها كل تشكيلات الحكومات السابقة التي عجزت عن إيجاد حل لمشكلات الواقع الليبي كما يرى متابعون. تحديات في كل جوانب حياة المواطن تنتظر الحكومة الموعودة بالدعم المالي وتقديم الخطط والاستراتيجيات للتعاطي مع ملفات الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية. يبقى السؤال: ما هو الأهم لضمان نجاح الحكومة؟ التوافق أم الكفاءة أم كلاهما؟ أم أن كل هذا لا يضر طالما أن هناك وعودا دولية بالمساعدة؟ يلتقي وزير الخارجية محمد الدايري الذي يزور القاهرة حاليا هذا اليوم نظيره المصري سامح شكري، وذلك بمقر الوزارة. الزيارة تأتي في إطار بحث العلاقات المصرية الليبية والتطورات الجارية في ليبيا والدور المصري الداعم لاستقرار المجتمع الليبي والهادف للحفاظ على وحدة الأراضي ودعم جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا. قالت كاثرين ري مسؤولة الإعلام في الاتحاد الأوروبي إن ليبيا ستكون في محور الملفات التي سيتم تداولها اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 وزير خارجية برئاسة ممثلة السياسة الخارجية والدفاعية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني. وسيستعرض الاجتماع تطورات الأوضاع وآخر المستجدات في المنطقة بما فيها سوريا وأزمة اللاجئين والعراق وليبيا والحرب على الإرهاب وعملية السلام والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة والاتحاد الأوروبي. كما سيستمع الحاضرون لعرض من وزير الخارجية الأردني ناصر جودة حول الجهد الأردني في احتواء أزمة اللاجئين السوريين، كذلك الحرب على الإرهاب. قال المتابع للشأن العام هشام الوندي في لقاء مع 218 إنه على الجميع مواجهة الإرهاب الذي يضرب ليبيا، ولا يمكن لشخص واحد أن يحتكر محاربته، ويتطلب ذلك وضع مشروع لمواجهته. الإرهاب ومواجهته، يجب أن الإرهاب هو يضرب بليبيا، وبالتالي لا يمكن أن يحتكر محاربة الإرهاب شخص ما أو مدينة ما أو قبيلة ما. يجب أن يكون هناك مشروع وطني شامل وكامل يشارك فيه كل الليبيين لضرب هذه الآفة، لكي نصل لحل ناجع وحقيقي وفعال على الأرض. بداية تواجد الدولة، أنا في اعتقادي أن لا يوجد دولة، ولا وأخاف أن ما يحدث الآن بين الأطراف السياسية قد يلهيهم عن رؤية الدولة والدخول في موضوع السلطة. هناك فرق بين الدولة والسلطة. إن سلمنا جدلا أن هناك اتفاق سياسي حقيقي ووقوف كل الأطراف السياسية وراء هذا الاتفاق بكل سلبياته وإيجابياته، فإننا نحتاج لعدة أدوات أخرى. هذا البرنامج يجب أن يتتواجد فيه عدة معطيات معينة. أنا لا أعتقد أن التحرك العسكري فقط قادر على إنهاء وحسم موضوع الإرهاب، ونحن لدينا مثال في بنغازي. هناك صراع عسكري حقيقي، ولكن مثلا في طرابلس والغرب هناك تحركات لداعش لا يمكن أن نراها بالعين المجردة، فما قيمة الـ14.5 أو الدبابة في إنهاء هذه الآفة؟ وبخصوص حكومة الوفاق، قال الوندي إن هناك بعض الصعوبات تواجه تنفيذ هذا الاتفاق. الأساس الذي بدأ به الحوار والاتفاق هو أن هناك صراع على الأرض، صراع بين طرفين لم يستطيعوا حسم المعركة، وبالتالي الفلسفة خلف هذا الاتفاق هو دمج ما هو على الأرض بما يعرف بالشرعية في ذاك الوقت في 2014، وصار على هذا الأساس الاتفاق. كيف يمكن أن نقرب من هو على الأرض بمن هو في 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 السلطة؟ وحد على هذا الأساس الاتفاق، ومن تم أصبح يكبر هذا الاتفاق ويزداد نضجا بغض النظر على السلبيات، إلا أنه هو وحد الأغلبية في ليبيا على شيء ما. إلا أن هناك يعني وبالتالي انضم من هم في الأرض
إلى هذا الاتفاق، وبعض منهم لم ينضم إلى هذه اللحظة، ولكن في المجمل هو ساعد على وقف حالة الاحتراب، ساعد على في الأساس على ثقافة الحوار اللي بيصبحوا يعني يجلسون يتحاورون مع بعض يريدون أن يحلوا مشكلتهم. بغض النظر أنا أتأسف جدا أن كان هذا الحوار برعاية أممية، تمنيت هذا الحوار أن يكون برعاية ليبية ليبية، صحيح، ولكن كان بإمكان ليس بالإمكان أفضل مما كان. هذا الواقع، هذا الصراع جعل من 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 عناصر العناصر السياسية في ليبيا في حالة انقسام حاد، وبالتالي حدث اصطفاف كبير لدرجة أننا لم نحصل على مدينة قادرة على حماية هذا الحوار أو تبنيها أو رعايته، فذهبت الأطراف الليبية المتحدة. وفي الواقع عندما نتكلم عن التاريخ نجد أن التاريخ دائما يعيد نفسه بأشكال مختلفة. ليبيا جاءت بقرار الأمم المتحدة، استقلال ليبيا جاء بقرار الأمم المتحدة، للأسف الثورة في ليبيا كان هناك تدخل دولي وقرار الأمم المتحدة، وبالتالي حتى هذا الحوار كان الأمم المتحدة. نعم. فبالتالي الحالة تعيد في نفسها. وأضاف الوندي أن الحوار جاء بسبب الصراع الموجود على الأرض والذي لم يستطع أحد حسمه، وأن الاتفاق جاء لدمج من هم على الأرض من الحكومة. كثير من المشاكل لن يكون هناك قدرة على مواجهة العديد من التحديات، من ضمنها الإرهاب وإرجاع الأجهزة الأمنية أو توحيد وجهة النظر بخصوص الأجهزة الأمنية. موضوع المصالحة الوطنية هو حاضنة حقيقية، هو مشروع يعمل كحاضنة لتوحيد الليبيين ومواجهة الظروف السلبية التي يعيشها المواطن الآن. العدالة الانتقالية، المهجرين، النازحين، البدن المنكوبة، هذه الملفات ستساعد الاقتصاد. وبالتالي يجب، وقبل هذا كله يجب أن يكون لدينا النية الصادقة في عمل شيء ما. أيد تقرير للأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة معلومات كانت قد تحدثت عنها 218 في وقت سابق، وجاء في التقرير أن عددا من التونسيين يتدربون في معسكرات خاصة لداعش ليبيا قبل أن يلتحقوا بالتنظيم في سوريا والعراق أو البقاء كمقاتلين في ليبيا، مستندا لإحصائية أصدرها مؤخرا المركز الليبي لدراسات الإرهاب. كشف تقرير للأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة أن عددا من التونسيين يتدربون في معسكرات خاصة لداعش ليبيا قبل أن يلتحقوا بالتنظيم في سوريا والعراق أو البقاء كمقاتلين في ليبيا، وهذه معلومات تحدثت عنها 218 في وقت سابق. قد استند التقرير لإحصائيات أصدرها مؤخرا المركز الليبي لدراسات الإرهاب، وتحدثت عن 5500 تونسي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما التحقوا بالتنظيمات الإرهابية. وأشار التقرير الأممي المتعلق بسنة 2015 إلى أن العاملين في شبكات تجنيد واستقطاب المقاتلين التونسيين يحصلون على مبالغ تتراوح بين نحو 2700 و9000 يورو عن المجند الجديد حسب مؤهلاته. وبحسب التقرير فإن عدد التونسيين يعد الأكبر من بين الأجانب الذين يسافرون للالتحاق ببؤر التوتر، وتسلل العديد من هؤلاء إلى سوريا والعراق بعد أن مروا بمعسكرات دربتهم في ليبيا. وذكر التقرير الهجمات الإرهابية المختلفة التي تبناها فرع داعش في البلاد التي كشفت عنها وجود العديد من المقاتلين التونسيين المنضوين تحت التنظيم المنفذين لأبرز العمليات الانتحارية والتفجيرات. استند التقرير لإحصائية أصدرها مؤخرا المركز الليبي لدراسة الإرهاب التي كشفت أن التونسيين يتصدرون أعداد المقاتلين الأجانب في ليبيا أغلبهم بقصد الانضمام إلى داعش. فمن أصل 10,000 أجنبي يوجد 3,200 من تونس و699 من مالي و455 من السودان و111 مصريا وعدد من الأفارقة بالإضافة إلى جنسيات أخرى.
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي إن الانقسام السياسي هو الخطر الأكبر الذي يهدد وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، مؤكدا أن تراجع الحل السياسي ما بين الحكومة المؤقتة والمعارضة على حد قوله قلل من فرص الاستقرار في ليبيا. العريبي أضاف في مقابلة مع صحيفة الغد أن الحكومة الشرعية ومجلس النواب وتيارا آخر لم يسمه هو ما أوصل البلاد إلى ما هي عليه الآن، وتابع أنه بغض النظر عما وصلت البلاد إليه اليوم وما تشير إليه مجريات الأحداث فإن كل شيء تغير بعد ظهور تنظيم داعش الذي لم يستطع الدخول لمنطقة الهلال النفطي والذي تم حصره في أماكن ضيقة في بنغازي، ولكنه أصبح خطرا يهدد كل ليبيا، موضحا أن ليبيا لم تتحصل على القدر الكافي مما طلبته من الدول العربية أو المحافل الدولية. ذكر مدير فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ببنغازي العقيد الشريف سليمان المصماري أن الجهاز ما يزال يعمل منذ إعادة افتتاحه مطلع العام السابق بالمجهودات الذاتية لعدم وجود إمكانيات تسمح له بممارسة مهامه بالشكل المطلوب. تم تفعيل هذا الفرع منذ بداية عام 2015 فعليا يعني، وقمنا بأغلب الأعمال والمجهودات بشكل ذاتي، ما كانش فيه إمكانيات لأن في ذلك الوقت حتى وزارة الداخلية لم تفعل بالشكل الجيد أو الشكل الفعال. تم التحامنا مع قوات الجيش مع عملية الكرامة وقمنا بالعديد من الأعمال والمهام والاستيقافات إلى أن تم تعيين تكليف العقيد أحمد بركة مساعد وزير الداخلية لشؤون الهجرة والمنافذ، وأصدر تكليف لنا بإدارة فرع بنغازي. من ثم تم تكليف العقيد فرج برعسي في مدينة البيضاء رئيسا للجهاز، وكذلك أعاد تكليفنا بهذا الفرع. والحقيقة قام الأعضاء بالمجهودات كما قلت لك شبه ذاتيا، ولكن اليوم الحمد لله كان في تطور، وإن شاء الله حتقوموا أنتم بالمرور تشوفوا المجهودات. يعني حتى المقر اللي نحن موجودين فيه الآن كان تحت سيطرة إحدى الميليشيات، كان غير صالح للاستعمال. طبعا بالنسبة للجنة هذه تم تكليفها من قبل إدارة الجهاز في البيضاء لإعداد بطاقات حصر للعمالة الوافدة، والإجراءات المتبعة طبعا لأن مجرد مجيء المهاجر يتم تحليل الدم له وتصوير 4 صور وإعداد نموذج أو استبيان للمهاجر غير الشرعي، ويتم إحالته البيضاء وإصدار بطاقة خاصة بالعمالة الوافدة. كشف الناطق الرسمي باسم شركة الخليج العربي للنفط عمران زوي أن الشركة قامت بتصدير 64 مليون برميل من النفط الخام عن طريق ميناء الحريق النفطي بمدينة طبرق خلال العام الماضي، مضيفا أنه تم تصدير حوالي 3 ملايين برميل من النفط الخام من حقلي النافورة والمجدة عن طريق ميناء زويتينا النفطي، لافتا إلى أن الكميات المضخة للمصافي بلغت 13 مليون برميل من النفط الخام لمصافي الزاوية وطبرق. أربعة وستون مليون برميل من النفط الخام هي الكمية التي قامت شركة الخليج بتصديرها عن طريق ميناء الحريق النفطي بمدينة طبرق التابع للشركة خلال عام 2015 بإجمالي 92 ناقلة نفط مختلفة الأحجام. أما بالنسبة للزيت الخام فقد بلغت الكميات المضخة منه للمصافي 13 مليون برميل من النفط الخام لمصافي الزاوية وطبرق والسرير، وأقامت المصفاتين التابعتين
لشركة الخليج العربي للنفط طبرق والسرير بتوفير الوقود بجميع أنواعه، في حين بلغت الكميات المستلمة من الغاز المسال حوالي 11 ألف متر مكعب، من البنزين السيارات حوالي 36 مليون لتر، وزيت الوقود الثقيل حوالي 544 مليون لتر، والكيروسين حوالي 50 مليون لتر. كل هذه الأرقام جاءت في الوقت الذي حققت فيه المصافي التابعة للشركة مستهدفات التكرير خلال عام 2015، حيث تجاوزت 100% من الطاقة التكريرية. وبحسب تقرير مصرف ليبيا المركزي، فقد انخفض إنتاج النفط في ليبيا إلى نسبة 21% والتصدير إلى 15%، وانخفاض سعر برميل النفط إلى أقل من 35 دولارا، ما أدى إلى إضعاف الدينار الليبي واستنزاف احتياطات البلاد من العملة الصعبة. أما الإيرادات حتى 31 يوليو 2015 فقد بلغت 12.4 مليار دينار، مقارنة بإيرادات عام 2014 حتى 31 يوليو التي بلغت 12.2 مليار دينار حسب تقارير مصرف ليبيا المركزي، فيما بلغ إجمالي الإنفاق في العام الجاري 16.9 مليار، في حين بلغت في العام الماضي 26.8 مليار. أما عن إجمالي العجز فقد بلغ خلال هذا العام 4.5 مليارات، في حين بلغ خلال العام الماضي حتى 31 يوليو 14.6 مليار دينار. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين جراء تجدد الاشتباكات بين التبو والطوارق. ترقب الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني اليوم. عقيلة صالح: حكومة الوفاق لا يجوز لها إصدار أي قرار قبل اعتمادها. مارتن كوبلر يزور رفقة وزير الصحة مستشفى الثورة في البيضاء. نجدد لكم التحية. قتل شخصان وأصيب 9 آخرون من بينهم طفل جراء تجدد الاشتباكات بين التبو والطوارق المندلعة في مدينة أوباري منذ يومين بعد أن شهدت المدينة هدوءا نسبيا. وأكد آمر غرفة عمليات أوباري مجدي بوهنا أن خرقا قد حدث لوقف إطلاق النار، وهو الخرق الثالث لاتفاق السلام الموقع بين الطرفين منذ 24 من نوفمبر الماضي. وكانت أطراف من التبو والطوارق بمدينة أوباري قد عقدوا لقاء في مدينة سبها لتفعيل اتفاق السلام، إلا أن خرقا للهدنة حدث عقب اللقاء الأخير الذي جرى الأسبوع الماضي. وفي اتصال هاتفي أجريناه مع الإعلامي والمهتم بالشؤون الإفريقية أشلي شكا، قال إن الصراع ليس بين التبو والطوارق، وإنما تساهم في تأجيجه أطراف أخرى بين الداخل والخارج. الأصح هو أن هناك صراع ذو أجندة داخلية وخارجية في منطقة أوباري، وأيضا هناك قبائل عدة تساند الطرف وضد الآخر، وخاصة أن العملية الأخيرة التي الاختراق الأخير الذي حصل لم يحصل من قبل التبو أنفسهم، لكن هناك مجموعة تعرف بها تابعة للنظام السابق هي التي في هذا الهجوم الأخير. كما تعلمون أن الصراع الآن في أوباري، وحتى من بدايته في الحقيقة نحن اعتقدنا في بداية الأمر أن الصراع كان بين قبائل التبو والطوارق، لكن كلما تقدمنا في هذا الصراع أدركنا أجندة الداخلية والخارجية لهذا الصراع وطبيعته الحقيقية. إذا لابد أن نعلم أن الصراع ليس صراع قبلي بين الطوارق والتبو. واعتبر أشلي شكا أن حل القضية هي العودة إلى الاتفاقية الموقعة مسبقا لإنهاء الصراع. قبائل التبو والطوارق نحن عايشنا من آلاف السنين وليس بمئات السنين قبل اتفاقية ميديمي وغيرها، ولا يمكن لهذه القبائل ان تعيش الا من خلال هذه الاتفاقيه، لان كما تعلمون
أن الشعب الليبي شعب قبلي، وأيضا لابد وكل قبيلة تعرف حدودها الإدارية التقليدية. لا حل هذه القضية إلا للعودة إلى اتفاقية مديمدي، ولا للقبائل وما يحدث في ليبيا إلا لعودة كل قبيلة إلى حدودها التقليدية. وبذلك نكون قد التزمت كل بأرضه، وعلى كل مجموعة أو قبيلة أن تدير أرضها بنفسها وبغير وفاء من أي قبائل أو بأي أو فرض أجندات خارجية أو داخلية على هذه القبيلة. وأضاف أكلي في المداخلة أن السلام يحققه التواصل الليبي الداخلي بدون مشاركة أطراف خارجية. الحل في رأيي هو أن يكون حوار داخلي، الحل بين أنفسهم وبين الطوارق، لابد أن يكون وجه لوجه بدون أي وسيط ودون أي دخل إقليمي أو خارجي، وأيضا هذا سوف يساهم أيضا في قطع دابر بين كل من يحاول أن يشجع أو يشجع هذا الصراع ويكتم بين قبائل ليبيا وبين يعني هذا الصراع الذي يحدث الآن، للأسف سقط فيه الكثير من الأرواح في كلا الطرفين. وكما قلت الاختراقات التي تحدث دائما تحدث من هناك، ولا ننكر أن للأسف الشديد الإخوة الطبو طبعا استسلبوا الكثير من القبائل الأخرى وأثرت فيهم الكثير من النعرات، لكن الحل لن يكون إلا بأن يجلس السبو والطوارق وجها لوجه ليحلوا مشكلتهم، ولأن ليس هناك من يريد الاستقرار سواء في ليبيا عامة أو في الجنوب خاصة. تتواصل فعاليات مؤتمر ليبيات بين التصور والواقع بالعاصمة التونسية تحت شعار نحن السلام بإشراف مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة وبرعاية الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو. الجلسة الثانية التي حضرها عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تناولت تقديم العديد من المحاضرات، منها محاضرة بعنوان السلام أسس وركائز ألقتها الخبيرة الدولية في الاستشارات والتدريب باهية بيجار، ومحاضرة عن السلطة القضائية في الدستور قدمها رئيس المنظمة الليبية للقضاء مروان الطشاني، ومحاضرة عن حقوق المرأة في الدستور ألقتها عضوة هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة بنغازي جازية شعيتير. أصدر مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ قرارا بمنح علاوة لأعضاء هيئة الشرطة بأقسام المرور. القرار الصادر يمنح علاوة لأعضاء هيئة الشرطة العاملين بأقسام المرور بوزارة الداخلية لطبيعة عمل شرطي المرور بواقع 30% من قيمة المرتب الأساسي، منوها بأن العمل بهذا القرار سيبدأ من تاريخ صدوره. افتتح مركز للبحث الجنائي في بلدية الظاهر في الجبل بمنطقة الغنيمة بحضور عدد من المواطنين المقيمين في نطاق البلدية الواقعة بالقرب من مدينة يفرن ومدينة القلعة، وشهد حفل الافتتاح بعض العروض القتالية لأفراد القوات الخاصة التابعة لجهاز البحث الجنائي. يشار إلى أنه من مهام هذا المركز الجديد الحفاظ على الأمن في المنطقة ومكافحة الجريمة وضبط التسيب الأمني. طبعا هذا استفتاح لأحد فروع المباحث الجنائية، ومعنا قوة خاصة لدعم المباحث الجنائية متكونة من شباب ليبيين، مجموعة شباب ليبيين متحصلين على شهايد عالية في قوة التدخل من دول أجنبية، ومتواجدين ديما معنا إن شاء الله لأي طارية أو تدخل أو حتى جبهات قتالية، ديما متواجدين إن شاء الله من شباب مقاتلين. وطبعا هذا استفتاح إن شاء الله للفرع هذا إن شاء الله لتدعيم باقي الفروع، واحنا نعرف ان البلاد انتشرت فيها الظواهر السلبيه والهدامه في حال الفوضى اللي صايره في البلاد توا، وان شاء الله الشباب نواياهم وقصدهم خير، ان هم ان شاء الله بيساهموا في اصلاح ما فسد في البلاد،
مقايمين هذا بالجهد هذا إن شاء الله من أجل الحد من الظواهر الهدامة والسلبية. برز المهام إن شاء الله اللي هو إحنا زي ما قلنا كثر الظواهر السلبية والهدامة، مخدرات، شرب، الأشياء هذه إن شاء الله بيكون تركيزنا أكثر عليها، وإن شاء الله هنحصر المجرمين اللي صار الفرج عليهم في خلال الثورة، بداية الثورة وما زال متواجدين خارج السجون. هذا أكثر تركيزنا إن شاء الله، وبنركز على الظواهر السلبية والهدامة والمخدرات والمؤثرات العقلية. انطلقت الأحد بمدينة غاتا حملة لإزالة التعتيم عن سيارات المواطنين بالمدينة من قبل شرطة المرور والغرف الأمنية بمناطق غات المركز والبركت، وستتبع حملة إزالة التعتيم على الزجاج حملة أخرى على إجراءات السيارات وسائقيها. ويأتي هذا الجهد في إطار المجاهرة بالأمن الذي أعلنت عنه مديرية الأمن الوطني غات. ناشد رئيس قسم النجدة بمديرية أمن سلوك جيمينيس وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بالنظر إلى ما تعانيه المديرية من افتقار لأقل الإمكانات والمعدات الأمنية، وأن كل ما يتم توفيره من ذخيرة أو قطع سلاح أو إعاشة لأفراد الأمن هو بالمجهودات الذاتية. نرحب قناتكم موقرة على إتاحة هذه الفرصة للحضور إلينا في منطقة سلوك مجاهدة، طبعا بصفة رئيس قسم نجدة مديرية أمن سلوك جيمينيس. طبعا هذه من ضمن البوابات اللي تكون مدخل سلوك بنغازي. طبعا التأمينات بمجهودات ذاتية، سيارات ما فيش بدون سيارة، سياراتنا الخاصة، السلاح والذخيرة من مجهوداتنا الخاصة. نطلب من وزارة الداخلية بعد حضور حضرتكم أن تدعمنا، ولا سيارة موجودة معنا، نحن بمجهوداتنا الخاصة، السيارات بسياراتنا الخاصة، التموين من جيوبنا الخاصة، أي شيء. ومعنا منطقة سلوك تعتبر الخط الأمامي للأحداث اللي سايرة في جدابي هذه، طبعا في إمكانات في هجرة غير شرعية. من قل الإمكانيات تم انتقالنا بمجهوداتنا الخاصة والقبض عليهم كم مرة، ونطلب من وزير الداخلية والحكومة أن تنظر لنا نظرة لدعم هذه المديرية، مديرية أمن سلوك جيمينيس. المجهودات لحد الآن من قبل وزارة الداخلية ولا الحكومة، ومديرية ناشئة جديد ملهاش سنة. شرع مصرف الجمهورية في توزيع آلات البيع ببطاقات السحب الآلي على عدة أسواق ومحال تجارية وشركات طيران بطرابلس. مدير إدارة التسويق والمنتجات مسعود المبروق قال في تصريح صحفي إن المصرف وزع آلات البيع على بعض المتاجر بمدن طرابلس والزاوية وسبها، موضحا بأن السقف الأعلى للبطاقة حدد ب5000 دينار يوميا، يشار إلى أن إطلاق خدمات البيع ببطاقات السحب الآلي في ليبيا يحظى بارتياح كبير من قبل المواطنين، وهي خدمة تقدمها مصارف عالمية عوضا عن حمل النقود. تستمر معاناة قطاع الصحة في ظل نقص الإمكانات، وهذه المرة يأتي الدور على مركز حي المجاهدين بمنطقة طريق السور في طرابلس، حيث يعاني هذا المرفق الصحي من إهمال وعدم توفر الأدوية والتحاليل الطبية، ما يؤدي إلى عجزه عن تقديم خدماته للمواطنين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. القصة ذاتها لا تزال مستمرة،
مركز حي المجاهدين الصحي، وبالرغم من وجوده في منطقة سكنية بمنتصف العاصمة طرابلس إلا أنه منسي كغيره من المراكز الصحية الأخرى. العناصر الطبية تتواجد ولكن دون عمل، ولافتات تملأ المكان لأشياء غير متوفرة وأجهزة متوقفة من ندرة الاستخدام ومقابس كهربائية معطلة وغير ذلك الكثير مما يعانيه المركز. أول شيء ندوي على معاناة الناس، مش معاناتي أنا، معاناة الناس. إن إحنا مثلا يجون هنا يجيك من غير حتى ما يوري ورقة التحليل، ما عندناش ولا حاجة، حتى ولو عندنا جهاز يشتغل ما عندناش المواد، عندنا المواد الجهاز يفسد. ليه ممكن تو أنا سنة وأربع شهور هنا في المستوصف حتى الخدمة نسيتها كيف كنا نخدمه، لدرجة لعندنا مواد تحاليل ولعندنا كيف نخدمه. يعني المواطن البسيط اللي هنا يسكن في الحي هذا، مفروض هذا الحي موفر له هنا مواد اللي يخدم بها. أبسط شيء السكر، الحاجة البسيطة السكر ما فيش احنا. يعني مرات اي شخص يمرض يطيح يبي يجي يدير تحليل سكر، ما فيش احنا تحليل سكر نهائيا. ثاني شيء طبعا معاناتنا احنا هنا ان احنا مش موفرين اي مقاعد نجلس عليها، مقاعد نجلس عليها. ثاني شيء المرتبات لي تو هنا سنه وخمسه شهور حتى من ليم ما نزلش حتى حاجه. من اهمال وقله امكانيات، امر جعل المسؤول على ادارته يبحث عن الاسباب ولكن دون جدوى. يتردد علينا المواطنين وللأسف ما نقدروش ندير لهم أي حاجة بحكم لا يوجد. وطبعا الأسباب غير معروفة، قد يكون السبب شيء يعني ما نستطيعش أن نتكلم عليه. قد يكون في الناس المسؤولة على هذا في قطاع الصحة هم اللي لهم الدراية في معرفة هذه الأشياء. نداء وجهه القائمين على هذا المرفق الصحي لمسؤولي قطاع الصحة في طرابلس لينظروا لهم بعين الاعتبار وتمكينهم من مزاولة مهنة قد شارفوا على نسيانها. نادر الممدود، 218، طرابلس. ما زالت النشرة مستمرة وفيها بعد قليل افتتاح فعاليات معرض الكتاب بجامعة سبها. سيكلف فرنسا ذلك؟ تنظيمات مقابل دول للعمل على إسقاط النظام ومحاربة داعش. هي فشل للجميع وبالعكس هي إنجاز للقوى المتطرفة. التعامل مع هذه الجالية وكيف سيتم التعامل مع ملفات الإرهاب واللاجئين في فرنسا. والإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني اليوم. عقيلة صالح: حكومة الوفاق لا يجوز لها إصدار أي قرار قبل اعتمادها. ومارتن كوبلر يزور رفقة وزير الصحة مستشفى الثورة في البيضاء. أهلا بكم من جديد. افتتحت فعاليات معرض الكتاب الذي تنظمه جامعة سبها وتشرف عليه الإدارة العامة للمكتبات والمطبوعات والنشر بالجامعة. ويقام المعرض في كلية العلوم بمشاركة 23 دار نشر من داخل المدينة وخارجها بالألاف، العناوين ومختلف التخصصات وصنوف المعرفة. في مكان بجوار مجمع وقاعات كلية العلوم انتصب سرادق معرض الكتاب. رغم تواضع المكان إلا أنه يعد خطوة للصعود نحو بناء البيت الداخلي للوطن وإطفاء شيء جديد على المشهد المحلي في المدينة.
تختلف وتتباين المواضيع والكتب الموجودة في المعرض، بعضها ثقافية، بعضها سياسية، بعضها تعليمية. وإن كان أكثر شيء نحن نستغل الحقيقة كان اتجاه جامعة سبها في توفير الكتاب المنهجي والمرجعي لطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى محاولة نشر الثقافة وتأثير الجامعة على محيطها الاجتماعي والثقافي الموجودة فيه. تزين المكان بألوان مختلفة، لكنه أنيس الجليس الدائم وما يرتاح العقل والفكر معه، زاد المكان ألقا وأناقة وتوزع بشكل يليق به في مختلف جنبات المعرض. إنه الكتاب خير أنيس. الخطوة هذه كإقامة معرض للكتاب خطوة في الحقيقة جيدة جدا، تساهم في تقريب الكتاب للراغبين في اقتناء الكتب، أيضا تفتح آفاق للدور النشر والمكتبات للتعريف بما لديها من كتب. مشاركات متنوعة ومختلف العناوين والتخصصات، ما يعد تنافسا على نيل رضا الزائر لأجنحة معرض الكتاب الجامعي. لما لا، فالمدينة وسكانها والجامعة وطلابها يستحقون الكثير. في بعض الكتب جيدة من ناحية العلمية، لي أنا شخصيا لاحظت في نقص في الكتب الأدبية من ناحية الشعر. الكتب الدينية موجودة متوفرة، بس الملاحظة الرئيسية متاعي كانت على بعض الارتفاع في بعض أسعار الكتب، وبشكل عام يعني تعتبر بذرة جيدة هي للجنوب والجامعة سبها يعني بشكل عام. معرض الكتاب الجامعي خطوة جاءت بعد سنوات عدة، لعلها تساهم في عودة جامعة سبها للعب دور مهم في الحياة الثقافية في مدينة سبها. فالجامعة لا يقتصر دورها على التعليم فقط، وإنما يتعين عليها إضفاء شيء الكثير للمدينة. وليد بكاكو 218 سبها. ونبقى في سبها، حيث أقيمت بقاعة الضمان الاجتماعي ورشة عمل بعنوان علاقة القطاعات بالمجالس البلدية تحت إشراف مشروع بلديتي. بعزوم اللافي مستشار المشروع قال إن الهدف من الورشة هو توضيح العلاقة التي وصفها بالغامضة والضبابية بين مكاتب القطاع والمجلس البلدي بعد صدور قرار مجلس الوزراء بنقل صلاحيات والاختصاصات إلى المجالس البلدية، مشيرا أن القانون رقم 59 ولائحته التنفيذية تضمن خلق نوع من الانسجام وتسهيل خدمة المواطن داخل البلدية. ونتمنى من الوزارة أن تصدر قرار سريع بتسليم هالاختصاصات هذين، ومش تعطيني مكتب بدون اختصاصات، يعني تسحب من مثلا في مكاتب تسلم لي مكتب بدون المشاريع نتاعها، بدون حاجات، تسحب المشروع مثلا إدارة المشروعات تسحبها وتقول لي والله أعطيتني مكتب. لا، احنا المكتب لازم يكون كامل متكامل. تعطيني لما تعطيني التعليم تعطي لي كامل، جميع اختصاصات التعليم تكون تبع البلدية. اللي حاصل الآن هناك رفض من بعض القطاعات كيف ما ذكروا الأخوة أعضاء اللجنة لاستلام لنقل الاختصاصات من القطاعات البلدية، ذكروا أن بعض القطاعات رفضت القرار ورفضت عدد من التعاون وتحجزت بأن تبعيتها إلى الوزارة وليس تبعيتها للبلدية. فهنا يخلق نوع من الربكة ويخلق عدم تقديم خدمات جيدة للمواطن. اختتمت فعاليات مهرجان هنا بنغازي برعاية المجلس البلدي بنغازي وبحضور عضوي المجلس نجية بالا وزكريا بلتمر، كما حضر حفل الاختتام رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة خالد نجم ورئيس الهيئة العامة لصياغة الدستور علي الترهوني. وقدمت خلال الحفل لوحات فنية عبرت عن صمود بنغازي وإصرارها على الحياة برغم كل الظروف. بحث في المكان اللي ما ينفع قعودي والرجل للخطاوي تمد زيارة لعيون الليل السابع. أقيم حفل تأبين لفقيد الأدب الشاعر الشعبي علي الساعدي الفاخري الذي وفته المنية في مصر عقب صراع مع المرض ودفن في مدينة سلوك.
أتقن الفقيد الشعر الشعبي وعرف ضمن كبار الشعراء في ليبيا، وهو من مواليد 1948، وبدأ نظم الشعر منذ طفولته في خمسينيات القرن الماضي، واستمر عطاؤه حتى قبيل رحيله بأيام. كتب قصائد عديدة ودواوين مختلفة، وتنوعت قصائده بين العاطفي والوطني، ووصف الإبل ووصف الإبل ومكارم الأخلاق والكرم وغيرها من الألوان التي تفنن فيها. نشكر سكان وأهالي مدينة السلوق المجاهدة على حفاوة الاستقبال لوفد الفنانين من مدينة بنغازي التاريخ، نشكرهم على استقبالهم الرائع وحفوتهم بنا لتأبنية الشاعر الكبير الشاعر الراحل علي السعدي سعيد الفاخري، وهو من فحول الشعر في ليبيا. مهما تحدثنا عنه نحن مش مستعدين نتكلم على رجل قاعد ويتكلم إلى الآن، شعره يقول شعره قاعد موجود، رجل لم يمت بل باقي ما بقيت الحياة، وباقي وجدا شاكر هذه المدينة الرائعة مدينة السلوق. هذه تأبنية المرحوم علي السعدي حضرناها، وهؤلاء هم فحول الشعر الحمد لله، شوفيهم والجمهور الكريم الرائع، فأنا سعيد جدا جدا بإني نقول كلمة في حق الشعر وفي حق منتو وفي حق الوطن العزيز، نقول لا باس لا باس يا وطني الحبيب الغالي. إلى الأخبار العربية والدولية، نبدأها من إيران، حيث أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق النووي التاريخي الذي دخل حيز التنفيذ السبت يفتح فصلا جديدا من العلاقات بين إيران والعالم بحسب ما نقلت عنه وكالة إيرن الرسمية، وأضاف أن تنفيذ الاتفاق النووي لن يكون ضد أي بلد، فأصدقاء إيران عبروا عن سرورهم به، وأما المنافسون فيجب ألا يساورهم أي قلق منها، فنحن لا نشكل تهديدا لأي شعب أو حكومة، نحن على أتم الاستعداد للحفاظ على كيان إيران حاملين نداء السلام والاستقرار في المنطقة. وتوجه روحاني إلى منتقدي الاتفاق داخل إيران مؤكدا أن الانتصار في المفاوضات النووية لا يقتصر على فئة دون أخرى، مضيفا اليوم حيث تجاوزنا مرحلة الحظر ودخلنا مرحلة التنمية، ما علينا إلا العمل بعزم وإرادة راسخين للاستفادة من الفرص المتاحة أمام الجميع. هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ عام 2003، في الوقت الذي استعدت فيه السوق لقفزة في صدرة إيران بعد رفع العقوبات عنها في مطلع الأسبوع. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت إن إيران نفذت التزاماتها بتقليص برنامجها النووي، وألغت الولايات المتحدة على الفور العقوبات التي قلصت صادرات إيران من النفط. وقال نائب وزير النفط الإيراني أمس الأحد إن إيران مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام ب 500 ألف برميل يوميا، وهبط سعر خام برينت الدولي إلى أقل من 28 دولار للبرميل في ساعة مبكرة من صباح اليوم. فجر مسلحون أكراد قنبلة مزروعة على الطريق في إقليم شرناك جنوب شرق تركيا على الحدود مع سوريا أثناء الليل، ما أسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة 4 آخرين في مركبة مدرعة، وفقا لمصادر أمنية اليوم الاثنين. وفي الوقت نفسه هاجم مسلحون من حزب العمال الكردستانية قاعدة لقوات الأمن في المنطقة بالبنادق، ولم يسقط قتلى أو جرحى في هذا الهجوم. كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تسجيل 27 حالة وفاة مرتبطة بالتقاط صور السيلفي العام الماضي، نصفها وقعت في الهند، وأصبحت صور السيلفي مبارزة لمن يلتقط أجمل الصور وأكثرها جرأة، إلا أن هذه الصور قد تصبح قاتلة، حيث عمد بعض الأشخاص إلى التقاط صور السيلفي أمام قطار سريع أو على حافة قناة نهرية أو على متن قارب انقلب خلال نزهة. هذا الأمر دفع بالسلطات الهندية إلى دق ناقوس الخطر وحظر التقاط صور السيلفي في
في 10 مناطق سياحية موجودة في أكبر المدن الهندية. والآن جولة على درجات الحرارة في عدد من المدن الليبية. والآن مشاهدينا وصلنا إلى نهاية النشرة. ترقب الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني اليوم. عقيلة صالح: حكومة الوفاق لا يجوز لها إصدار أي قرار قبل اعتمادها. وكان في النشرة أيضا: مارتن كوبلر يزور رفقة وزير الصحة مستشفى الثورة في البيضاء. نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.